مناورات مشتركة واسعة النطاق لقوات الانتشار السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عقدت في طاجكستان، والمرحلة الأهم في هذا التجمع العسكري الدولي الكبير جرت في ميدان الرماية حرب ميدون جنوب البلاد، والتمرين يكمن في تنفيذ عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب. يشارك في المناورات عموما نحو 1000 شخص إلى جانب 300 آلية عسكرية. من هنا تنطلق التدريبات على العسكريين من روسيا وطاجكستان وكازاخستان تنفيذ مهمة مشتركة في الصحراء على الحدود مع أفغانستان. فالفوضى الناجمة عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ضعفت التهديدات الأمنية في منطقة آسيا الوسطى. وحسب سيناريو المناورات، دخلت مجموعة مسلحة غير شرعية أراضي إحدى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وعلى قوات الانتشار السريع المشتركة تطويقها والقضاء عليها. عنوان المناورات الحدود 2022، وهدفها الأساسي التدرب على تنفيذ عمليات مشتركة بانسجام ودقة، حيث يشارك فيها عسكريو جيوش عدة. هذه المناورات ليست موجهة ضد أي دولة، ولكن اختيار مكانها له مبررات ولم يكن صدفة نظرا للتحديات الأمنية في هذه المنطقة. وشهد ميدان الرماية هذا حرب ميدون خلال عدة أيام استخداماً واسعاً لمنظومات عسكرية مختلفة، على رأسها الطيران العسكري بما في ذلك المقاتلات والمروحيات الهجومية، إلى جانب الدبابات والعربات العسكرية المدرعة ورجمات الصواريخ من طراز غراد. يعيش العسكريون أثناء المشاركة في التدريبات في هذا المخيم في الميدان. بإمكان فصيل الإمدادات الخاصة بناءه خلال يوم أو يومين فقط، وكل الخدمات الضرورية متوفرة هنا مثل المطعم وأماكن الاستحمام، بل وحتى فضاءات ممارسة الرياضة. هذه المناورات للقوات المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ليست الأولى في هذا العام، وإجراء تدريبات تكتيكية مشتركة بين روسيا وشركائها من الدول المجاورة بانتظام يشير إلى استعداد هذه الدول لضمان أمن حدودها مهما كانت التحديات.